اليوم فيديو جديد. كي اليوم الفيديو مختلف بزاف. اليوم معروضه في الفطور عند والديا كما تشوفوا. دابا نط درت هذيك لاباريل تطلع البخار، درت البخار بالخزامه، ودابا درت غوماج لوجي. تندير الغوماج ديال بيادي هاد لاغام، هادي لاغام تنستعملها من النهار جيت من مصر. دابا عام وزياده هي اللي متبعها الوجه صراحه. غام رحمه ديال الله واعره بزاف. درت الغوماج لوجهي، دابا غادي ندير الصوان. اول حاجه داك الغوماج ما فيهش دوك الحبيبات. بغيت نقول لكم جلسه في الانستغرام، بغيت نقولها حتى هنايا، حاولوا تفادوا لي غوماج اللي فيهم الحبيبات، لحقاش غير تردوا خدوش في الوجه وتيولي وجهك ناشف وما تعرفيش مناش. هو غير من دوك الحبيبات. خذوا الغوماج اللي الماتيغ ديالو زوينه. دابا مورا الغوماج درت الصوان. هاد الصوان هذا تيوحد اللون ديال الوجه وتيخلي واحد ليكلا واعره، وتيصلح جميع انواع ديال البشره، البشره الناشفه والدهنيه تيرجع لك ليكيليبغ الوجه. يعني الا كان وجهك دهني تيولي الوجه ديالك ما تينقص من داك الدهن، تيولي الوجه ديالك في ليكيليبغ. ها الوجه ديالي كيفاش خرج اليوتيوب ما فيه لا فيلتر لا حتى شي حاجه صراحه. هاد لاقام هادي بالصح رحمه ديال الله، انا ما قدرتش نبدلها من النهار، جربتها واعره. دابا درت كريم دو جوغ. هاد كريم دو جوغ فيه فيتامين او وفيتامين سي، وتنديرو قبل من الماكياج ولا فاش غنبغي نخرج الشمس ولا اي حاجه. المهم ديما انا تنفيق تنغسل وجهي بالغسول ديالهم وتنديرو هذا كريم دو نوي. هاد كريم دو نوي اصلا تنكون حاطه، غير بغيت نوري لكم، تنكون حاطه في بيت ناس حدا في تنعس، فيه فيتامين او تيرطب الوجه خطير. ودابا اخر حاجه هو الغسول. هاد الغسول ما استعملتوش اليوم لحقاش نيشان درت الصوان وجهي وداكشي. هاد لاقام هادي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، فعلا قام واعره وعلى ضمانتي انا ضامنها لكم. ما كاينش شي وحده من المتتبعات ديالي ولا شي حاجه خداتها وما عاودتش مره وحده اخرى كومونداتها، فعلا قام تتسهل بزاف في المستوى. بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالله، انا هادشي درته مورا الفطور على الناس تيقول لي يقولوا لي بالله راه زعما غتفطري ولا شي حاجه. عاد نعس وغادي نبدا نهار جديد مع بعضياتنا. يلا البنات دابا النهار الثاني، نط صدرت بالدار شويه مع ما غادي نطيب لا حتى شي حاجه. ماما اللي غادي تطيب. نط انا البارح مع دوش وداكشي تهنيت من راسي. نط درت بالدار شويه كوزينه، صدفنا ليها داك دوك الماعن فاش تنبدا نجبد تنبدا نحط بالزربه وداكشي ما تيبقاو تيترولوا. المهم عاودنا اليوم التستيفه ديالها، عاودنا عاوتاني الكوزينه داك التخار داكشي كامل ديالها. الصالون هذا حيدت المخاد ديالو كاملين الجوايات ودرتهم يتصبنوا. دابا المخدات راه دخلتهم داخل بويض باش ما يتوسخوش. دابا راه ينشفوا عاد نردهم، باقينا غدا عاد نردهم. المهم غنخرج دابا نمشي ناخذ لماما شي حاجه من الباتيسري ندخلها معايا في يدي. بس هاد الجلابه هادي شوفوها سامبل بزاف، هاي كان جابتها لي واحد صاحبتي عطاتها لي كادو. يلا ها بنت لي اليوم انا نقول لها تلبسها طويلة عليا شوية من تحت ولكن ماشي مشكل، غنلبس معاها صندالة بحال هكا بهاد اللون. يلا انتوما معايا. عرفتو شنو؟ انا دابا خرجت لقيت ماما الكوزينة عاتي الريحة واعرة، مبغيتش ندخل لداخل. قالت لي متدخلش تشوفي الطبلة، ما دخلت. انا غادي نمشي دابا الباتيسري ناخد لهم شي حاجة. المهم انتوما معايا. بابا اجي
راسي ضيفه صدق احسن نفطروا وشربوهم مع اتاي وعافه. هاي 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 اختي تعلمي تعلمي يا خديجه تعلمي. وا عرفت شيء والله ما نزلت وحق الله ما شفت شيء. استنى هاي هاي ماما خصني ندير شي سينيماتيك للطبله ديالك. عندي لكم شي سينيماتيك دابا الطبله ديال ماما. يلا شاو تاني تاهو ان شاء الله في سيدي بوعتمان والله انا معيط على اختي ان شاء الله والله ان شاء الله حتى طارق احسن فكره والله قلت لكم باكو ايوا جات دارت في الخوص اليوم اليوم بغيت تفرقعوا صافي ايوا ان شاء الله نتجمعوا صافي نتجمعوا قولي شنو ندوق دابا ندوق هذا الشومه بدايره لكم طوماط سخيت وداك الشيء واعرة خطيرة شنو ندق عوسان ميرلو ندير ندق ميرلو ماما العرادة ديك لي ما واعري نوزات شوية شكرا ميرلو مفيهاش السوك دابا مفيهاش هي ندق مش هي والله واعرة عرفتي شنو جاتني فاش كندوق انا غير الراي ديالي انا مول فات الناس تيدوق بعدين تنقولو على ما عرف واعره واعره. المهم غنخليكم دابا حنا غادي نتجمعو كاملين وغادي نفطرو غادي ومن بعد مورا الفطر غادي نحط داكشي اللي خديت خديت شي حاجه تحلويت بقات لي شي بلاصه ضروري نشربوه مع اتاي شويه على هادشي لا لا نقدروا من نمشيو لسيدي بو عثمان نديو معانا ومن بعد من يتعشاو ناكلو معاد ناكلو سيدي بو عثمان واخا صافي ولكن راه نشبعو ثاني بداك الشوا المهم ناكلو غناكلو جبتو غناكلو يلا ماشي مشكل يلا نفطروا ونرجعوا لكم يلا Thank you.
البنات دابا انا سالينا في الطور ديت شاد كيما الشوق طلعت لها الشعر ديالها وغسلتو ليها وصابت لها الشوشوه. حنا دابا راه مجموعين كاملين، حنا غادي نشدو الطريق من هذا القنص، اختي وخويا وراجله غادي يشدو الطريق، غادي نتلاقاو في الوسط، نتلاقاو في سيدي بوعثمان. حنا في بنكرير واختي في مراكش يا وخويا وراجله، وغادي نتلاقاو سيدي بوعثمان نتعشاو الشوا. المهم هانتوما معايا اليوم، هذاك الشيء وهذاك، يلاه نخليكم هانتوما معايا باي. دابا كل واحد غادي يمشي بلاصه، ضوحه وسعد وراجل ضوحه ولاده. بابا شكرا بابا مسكين، شنو دابا فرقتي عينا الرضا مليان ضو. يلا بسلامة، قولي بسلامه. السلام عليكم. كنت بسلامه تيحشم بزاف. يلا بسلامه عليكم، تعالى غادي نقول لكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يكون فطوركم بالصحه، فطوركم باي باي بسلامه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد يكون احسن من هذا. هذا فطور ولا سحور؟ هذا فطور. لا تنحطو مع امها. شكرا، يلا باي باي.